الحركات التي يتحركها المصلي تنقسم، أي حركة يتحرك بها المصلي في صلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. سجاد من كساو لامس في كفنا. حركة محرمة. كالكريه هنا كسكاسي. حركة مكروهة. يتطلع هنا كسكاسي. حركة مباحة. مباح زمولة يتفقد هنا كسكاسي. حركة مستحبة. يتوجد كسكاسي. حركة واجبة. واجب هنا. ضع القلم. خمس حركات، أي حركة يتحركها المصلي نستطيع أن نحكم عليها بحكم من الأحكام التكليفية الخمسة. نعم. أحكام الخمسة فالسبعات. حركة محرمة. الأكل. مولات. الشرب. متتات. الالتفات الكثير عن القبلة. كقبلة نسلك مزوجر. الثاني حركة مكروهة. حركة يسيرة لكن لغير حاجة. الثالث حركة مباحة. وهذه الحركة التي تكون لحاجة. يعني هذا ألبس النظارة. سقطت النظارة فبأدنى حركة وضعها كما كانت. الرابع حركة مستحبة. وهي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، لو تحرك كانت الصلاة أكمل. بصلاة لي لو انكسكاسي لصلاة عمي ولو انكسكاسي مثل لمسالي. سد الفرج مثلا بكفتت مكاكا يالو المزقات. الخامس حركة واجبة. واجب والانكسكاسي هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة، إن لم يتحرك كانت الصلاة باطلة. فرد ولو انكسكاسي مقبالو ما انو ياتي الانكسكاسي مادرك قديتا يهونا تالا درقا صلاة وود كم يهونا. وهو يصلي نظر وإذا على غترته نجاسة ماذا يصنع؟ هتم تامو لي يهونا نجاسة أدنى يعنن تالا سوكدو صلاة وبلاش. لابد من حركة واجبة يزيل هذه النجاسة عنه. ياتي ودي أول ما سوكد اللبت. نعم، هذه الحركات أي حركة في الصلاة تندرج تحت هذه الحركات الخمسة. يا صلاة انكسكاسي كعبان مست أو أحكام الخمسة في السبعة.